مساء الخير عليكم كامل اللي كنت تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم. اليوم درت لكم واحد دي اي واي سامبل وشباب بزاف وبراتيك. درت لكم دي بوشون ولا دي بورس بمناسبه يعني يناير راهو قريب، باش في نفس الوقت راح نسترجعوا قماش اذا نسحقوا طرف تاع قماش، اي قماش مسترجع، مقص، قلم رصاص، مسطره، الخيط تاع الخياطه، كنت تعرفوا التاويل تاع الخياطه كامل، ونسحقوا دي كوردون تاني دي شوتي قعدوكم ولا دي روبون ولا، وبيان سور نسحقوا لا ماشين على كودر تاعنا. دونك واش راح نديرو هنايا، شوفوا معايا طرف قماش تاعي هدايا الطول ديالو حوالي 42 سنتيمتر، دونك كي كان مطوي 21 سنتيمتر على 2، والعرض ديالو حوالي 14 سنتيمتر. دوك الشكيوره تاعكم هاد لو بتي بوشون ولا لا بورس تاعكم، نتوما تحكموا في الحجم تاع على كنتو واحد ديروها بوغ لي شوسيت و لي سليب تاع دراري اكسيتيرا، ديروها شويه كبيره تاع اللانج تاعكم. سينو كيما انايا اليوم راح نديرها سبيسيالمون بور لي بونبون اي بور لي شوكولا، لانه تعرفوا يناير قريب وباش نيفيتيو هذوك لي ساكون بلاستيك. دونك واش ديروا، تاخذوا الاطراف تاعكم راح تطويو طيه تاع 1 سنتيمتر هكذاك، ونزيدو نديرو يعني فوتراسي بالبوكال كيما شفتو، طراسينا 1 سنتيمتر ونزيدو نحبطو نطراسيو حوالي 4 سنتيمتر. دونك هاديك 4 سنتيمتر باش نخليو يدخل فيها الكوردون تاعنا ولا الغيبون اللي حنا الغيبون تاع لو سيراج تاعنا اللي حنا غلقو بيه لو بتي بوشون تاعنا. دونك جوز كيما راكم تشوفو 1 سنتيمتر، جوزو بوان دوا عادي. ومن بعد دركا راح نقلبت كذلك هاديك 4 سنتيمتر، دركا راح ندوز تاني ابوبخي على بعد حوالي 0.5 سنتيمتر. دونك يقعد لكم هذاك الشريط هذاك، نفس الشيء راح ديروه مع الطرف الثاني، يعني تغلقوا تطويو 1 سنتيمتر وتخيطوا، ومن بعد تزيدوا تخيطوا في الطرف الثاني. يقعدوا لنا الاطراف كما كنتوا تشوفوا على الجوانب. انا في الاول ما كنتش حا كنت حنخلي هذه الفتحه، حنخيط يعني طول ومن بعد هنايا نخلي الفتحه، ومن بعد نو جي ديسيدي باش نخيط كامل الاطراف يعني من التحت حتى الفوق، خيطها عادي على بعد حوالي 0.5 سنتيمتر بالبوان دغوا تاعنا عادي. دونك غلقت هذيك الفتحه اللي مفروض كنت حنخليها. دونك تحكموا المقص تاعكم، تنقصوا شويه في الاطراف، يعني هذاك القماش اللي راهو زايد كامل تنقصوه. شوفوا خليت حوالي 0.5 سنتيمتر برك. دوك هذاك الاطراف هذيك بعد ما نقص لها حنجوز لها الفوفيلاج بالبوان تاع زيكزاك نيميرو 4 ولا 5 ولا ما عندكم في لا ماشين ا كودر. دونك نجوز لها، وعلاش؟ باش البوشون تاعي ما الخيط هذاك ما يتسلسلش، يعني ما ينفتحش الخيط تاعي. شوفوا هاي ليك، دونك درت لها لو بوان زيكزاك في لي كوتي كامل. دونك بعد ما درنا لها الزيكزاك كامل في لي دو كوتي، هاوليك قلبنا الكيس تاعنا البوشون تاعنا، خرجنا لو بيان لي زونغل تاعو وقلبناه. درك واش راح نديرو، دوكا لازم ندخلو الكوردون في لي كوتي تاعنا باش نديرو ان سيستيم دو فيرميتور، ولا نديرو له انسيراج بلي كوردون سي بو، راح يجيو لي كوردون في لي دو كوتي. دونك واش ديروا، تحكموا او عندكم الخط تاع الجانب يعني على طرفيه، راح تفتحوا فتحتين يعني زوج ثقبات ثقوب صغيورين، قسم يدخل لي بانغلا نوغيس تاعكم هذاك المسك اللي راح تدخلوا به الكوردون تاعكم. شوفوا نوريكم يعني باش تشوفوا الفتحه برك، فوالا راهي على طرفي الخط هذاك. نفس الشيء راح ديروه في الطرف الثاني، دونك راح نديرو ثاني ثقبين على الاطراف. دونك هذه ورشه احبائي استرجعنا بها قماش يعني قديم اونسيان دي شوت اكسيتيرا باش ما نرميوهمش، وثاني باش بوغ ايفيتي هذوك لي ساكون بلاستيك. يعني وعلاش ديروا لولادكم لي بونبون والحلوه تاعهم في لي ساشيون بلاستيك؟ سي موفي بوغ لا سونتي، باسكو هذاك البلاستيك دائما يطلق في خاصه اذا كانت شوكولا يعني ماشي مغلفه ولا، دونك يفو فيغ اتونسيون بسهوله. يعني ميم لي ما عندهاش ماشينا كود تقدر بسهوله يعني تخيطوا هاد لو بتي بوشون هدايا
تخيطوه بيديكم. الوغ عندي الكوردون تاعي هنايا، بيسك هادي تاع درت وحده لبنتي ودرت وحده لوليدي، دونك هادي خيرت لها لو روز بور لو كوردون، بيسك عندي لو رابيل لو روز في الامبريمي تاعي تاع التيسو. فوالا دونك ديروا ان بتي نو، تعقدوا ودخلوا ليبانجل تاعكم، ومن بعد تحكموا ليبانجل تاعكم دخلوه في احد الفتحتين، يعني الطرف اللي حبيتو تبداو به. دونك راح تدخلوه تمشوا الكوردون تاعكم حتى يخرج، تخرجوه يخرج من الثقب الثاني يعني اللي درتوه على الطرفين. دونك هاوليك يخرج من الجانب. دوك نروحوا للجهه المعاكسه، شوفوا في هذيك الجهه المعاكسه نديروا اون فافير لا ميم شوز. دونك راح تدخلوا الكوردون تاعكم وديروه دوره كامله حتى يخرج الطرف الثاني في الثقب اللي راهو دائما امام الخط تاعنا اللي يفصلنا بين طرفي الكيس تاعنا. فوالا دونك هي عمليه سهله كما كنت تلاحظوا، يعني ماشي حاجه صعيبه. يقدروا حتى اطفالكم يعني يشاركوكم في هاد لاتولي هدايا. شوفوا تنحيوا هذاك المساك سي بون خلاص ما نسحقوش، وتعقدوا لي دو فيل هذوك تاعكم تعقدوهم، ديروا ام بتي نو باش ما يروحلكمش الخيط، باسكو لو كان تخلوه هكذا ماشي معقود، يقدر يعاود يتبحر الخيط يدخل لكم لداخل ولا يتسلسل الكوردون تاعكم. انا ديروا الكوردون اللي حبيتوه ميم يكون عندكم دي شوي. تشوفوا شتو لو سيستيم دو سيراج، فوالا دونك تعقدوا تنقصوا باش يكونوا الاطراف يعني عندهم نفس الطول، وفات ان نو تعقدوا عقده يعني صغيره برك باش ما قدكم الخيط ما يروحناش. فوالا سي فاسيل يعني للدراري لو سيستيم هذا تاع لا فيرميتور يجيهم ساهل، وسي بو. تاني تقدروا تزيدوا دي بيرل، يعني اللي يحبوا يديروا دي بيرل تحت في الخيوط تاعكم تقدروا تزيدوا خرز. فوالا لاحظوا يعني في حوالي 15 دقيقه ميم با خيطنا هاد البتي بوشون، واسترجعنا الاطراف القماش ولاد يعني ميم لي فيتمون يعني ملابس ما تسحقوهمش، ملابس قطنيه ولا وعلاش نرميوهم. دونك هايليك لي توليتي تاع هاد لو بتي بوشون، يعني لازم يكون عنده تقدروا يعني انا درتو بون سبيسيال ما قلت لكم على جال يناير. دونك كل عام وانتم بخير يا ربي، ان شاء الله تكون سنه مباركه وسعيده على كافه المسلمين. دونك هايليك البنوت تاعي راه يتعمر في الكيس تاعها كيما راكم تلاحظوا، كيما يقدر يكون عنده دور اخر يعني لي جون في ولا سيدات يقدروا يديروهم دي بوشيت، دي بوشيت تاع الماكياج تاعكم، ولا ميم بور لي زونفون يقدروا في المدرسه يعني وعلاش لا يديروا فيهم الاقلام تاعهم ولا الاقلام الطباشير. فوالا دونك راكو شفتوا معنا هاد دي اي واي. خدمت تاني بور مون بتي بوسا هاوليك في البلو موتيف غارسون تانيت بنفس الطريقه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم احبائي هاد الورشه، ولا عجبتكم بارطاجيوها ولايكيو لا فيديو، شاركو في قناه روسيكلار هاند ميد لانه عندنا افكار دائما افكار جميله في الاسترجاع والتدوير. بقوا على خير وتهلاو في رواحتكم، مع السلامه.